لم يكن اختلاف التخصص بالنسبة لهم عائقاً أمام تحقيق أحلامهم. مجموعة من الشباب الجامعيين يبتكرون تطبيق بوحة الإلكتروني، والذي من خلاله يستطيع المشتركون فيه عرض مشاكلهم النفسية ليتم الرد عليهم من قبل استشاريين متخصصين في علم النفس. تطبيق بوح كان عبارة عن فكرة ولدت من قلب معاناة، من قلب التراكمات التي خلفتها الحرب. كان الهدف من هذه الفكرة هي إيصال المجتمع إلى الاستشارين النفسيين بكل سهولة. أيضاً من ضمن الأهداف التي ممكن يحققها تطبيق بوح هي كسر حاجز الخوف واعتبار المرض النفسي كأي مرض عضوي يحتاج إلى علاج. أيضاً التغلب على الأفكار السلبية وجعل الوعي أكبر تجاه هذه الأفكار. الفئة المستهدفة لهذا التطبيق هي فئة الشباب، لأنها تعتبر الفئة الأكثر حساسية لهذه التقلبات المعيشية وبالذات التي نمر بها الآن حالياً. تمكن هؤلاء الشباب من التغلب على جميع العوائق التي واجهتهم، وذلك بالعزيمة والإصرار. حنان استشارية في تطبيق بوح تؤكد على حفظ خصوصية الاستشارات التي تعرض عليهم وسرعة الرد على كافة القضايا. طبعاً مع الحروب والأوضاع اللي نعيشها أكثر الناس يعانوا من مشاكل نفسية بسبب أوضاعهم، اللي قلق اختبار الدراسة، الشغل، حياته المادية من رواتب وكذا، فأكثرهم يعني يحتاجوا لهم استشاري، يستشيروا أشخاص علشان يخففوا من حقهم القلق والتوتر والتفكير الزائد. فتطبيق بوح وفر لكم الشيء هذا، وفي بس سرية تامة، يعني خصوصية تامة بين الاستشاري والمسترشد. يعني يفضل أنه أي شخص يعاني من ضغوطات يدخل يتكلم، ولأنه لا أعرفه ولا هو يعرفني طبعاً، يعني لا بيكون يحدث حرج بالموضوع ولا حاجة. وبالنسبة للأوقات المستخدمة في التطبيق كله على حسب الأمراض والحالات، يعني في مشاكل يتطلب لهم تفكير وقت كثير، وبعض الأشخاص يلزم لهم أنهم يذهبوا إلى طبيب، فنحن نحاول أنه اللي يكون حالته كذا مستعصية نبلغه أنه يكون أفضل أنه يروح على طبيب يستخدم العلاج. خلال مرحلة عمل البرنامج مرينا بالعديد من الصعوبات والتحديات، حيث كان أنه انحصار فترة عمل البرنامج ونقص الدعم المالي كانوا عبارة عن التحدي الكبير لنا، حيث أنه كان في صعوبة في نلاقي مبرمجين متواجدين هنا في تعز بيعملوا معنا بحدود ال 700 أو 800 دولار. الشيء هذا أدى أنه طلبنا المساعدة من زميل متواجد في المملكة العربية السعودية، صاحب شركة نانو سوفت، الأخ باسم أمين. كان بالنسبة أنه رغم البعد بيننا إلا أنه كان أحد أعضاء هذا الفريق، الشيء اللي عمل على مساعدة نحن بتجهيز البرنامج، نصائحه، يعني تغلبنا على هذه الإشكالية. خلال الفترة اللي سوينا فيها البرنامج تقريبا لنا شهرين، تلقينا العشرات من الاستشارات النفسية. هذا يدل على وجود مشاكل نفسية في المجتمع، كذلك يدل على تقبل المجتمع لطلب المساعدة أو للبوح عن طريق هذا البرنامج. يقال بأن النجاح يبدأ بخطوة، ولكن نجاح هؤلاء الشباب بدأ بخطواتهم المغمورة إصراراً وتفاؤل، ليصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع. لبرنامج صباحكم أجمل، سالم الخلافي.